بقيادة الكابتن محمود الخطيب الخبرات الكروية والرياضية الكبيرة الموجودة في النادي الأهلي على مستوى مجلس الإدارة وعلى مستوى لجنة الكرة كابتن زيزو، كل الخبرات الموجودة مع كمان الجيل الجديد اللي بيشارك زي النجوم حسام غالي ومحمد فضل، شايف ده تأثيره على المناخ العام للكرة إزاي في الفترة الجاية والاهتمام بالناشئين وأكاديميات الأهلي كل ما أعلن عنه مجلس الإدارة؟ متفائل بمستقبل الاهلي حتى على مستوى الناشئين والاكاديميات؟ يعني انا كان معايا كابتن محمود الخطيب طبعا، استضفت حظي حلو يعني ان كان معايا في نفس الفتره اللي انا كنت موجود في المانيا. لما اتكلمت مع كابتن محمود يعني هو دماغه يعني استفدت منه حاجات كتيره جدا يعني. هو يعني برده كان شخص لما كان لعيب كوره قوي ومر بظروف صعبه جدا في اصابته ومر بضغوطات، كان يعني بيتاذي كتير في المباريات اللي ما كانش اللوائح والقوانين بالزبط بتمنع او بتحمي. وهو كان مختلف عن زمايله، فكان دايما الناس بتستقصده في الماتشات، فهو حكى لي حاجات يعني اتعلمت منه بجد يعني ابقى هادي، ما بقاش بفكر باستعجال، افكر في يعني هو في حاجات كتيره قوي برضو يعني في شخصيته هاديه، في شخصيه قال لك ما تشغلش بالك بحاجه غير برنامجك العلاجي بالظبط يعني. بالظبط قال لي يعني انت لو فكرت في حاجه غير كده انت هتاخر نفسك. فلا بصراحه يعني حظي كان حلو ان انا قعدت معاه القعده دي، استفدت منه حاجات كتير وشخصيه محترمه وشخصيه جميله ويعني شخصيه قياديه يعني انت متفائل. كابتن رامي متفائل بمستقبل النادي الاهلي ان مجلس الاداره المسؤولين في النادي لجنه الكوره مركزين على قطاع الناشئين وعلى الاكاديميات وشايفين انها عايزينها تستعيد بارقها وان تبقى هي الداعم الأساسي للفريق الأول مستقبلا قبل حتى الصفقات والاحتراف من خارج النادي والمنتقلين إلى النادي الأهلي، شايف ده إزاي؟ شايف إن ده دايما ده الصح اللي هو بيعتمدوا على الناشئين، ده أساس النادي الأهلي يعني. طول عمر النادي الأهلي اللعيبة اللي بتبقى طالعة حاسة بقيمة النادي الأهلي وحاسة بالظروف اللي مرت من تحت لفوق، فبيبقى شايل المسؤولية أكتر يعني. فلا يعني انا اتمنى لهم الخير واتمنى لهم التوفيق طبعا في النادي الاهلي، وهم ماشيين بخطه ثابته والحمد لله يعني. بدانا الحمد لله ونبقى الاول على بطوله افريقيا، وانا يعني من يعني اتمنى طبعا ان احنا ناخد بطوله افريقيا دي عشانهم ويبقى عملنا حاجه للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى خطوه جديده لينا. كم اسبوع من وجهه نظر طبعا